على هامش افتتاح الوطنية موبايل معرضها الجديد في مدينة نابلس، أكد الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل لوطن للأنباء أن الشركة أمنت الأموال اللازمة وجهزت طواقمها لإطلاق خدمة 3G في أسرع وقت ممكن. نحن مستعدون، الأموال اللازمة من أجل الاستثمار في 3G تم تأمينها، العقود اللازمة تم تجهيزها، الطاقم جاهز، وإن شاء الله سنبدأ ببناء الشبكة في القريب العاجل لنقدم هذه الخدمة لمشتركينا قبل نهاية هذا العام. وفيما يتعلق ببدء عمل الشركة رسميا في قطاع غزة، فإن الوطنية موبايل بدأت فعليا بإدخال معداتها بعد سنوات من المنع بسبب المعوقات التي تفرضها سلطات الاحتلال، وفقا لتصريحات رئيسها التنفيذي الذي توقع بأن يبدأ العمل الفعلي على الأرض في شهر آب المقبل. اليوم هنالك معدات وطنية تدخل إلى غزة، نأمل أن يتم استكمال عملية إدخال المعدات خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبعدها فورا سيتم بناء الشبكة ليكون عام 2016 هو عام التشغيل في غزة الحبيبة. وتؤكد الوطنية موبايل إحدى شركات مجموعة أريد أن عام 2015 شهد تحولا جوهريا في تاريخ الشركة، حيث زاد عدد المشتركين بنسبة 15%، ووصلت الأرباح التشغيلية إلى قرابة 20 مليون دولار. من مدينة نابلس نزار حبش، تلفزيون وطن.